شكرا سيدة الرئيسة، السادة الوزراء، سيد محافظ البنك المركزي، سيدات والسادة إدارات الدولة. ما ننتظره من الحكومة انطلاقا خاصة من تعلقنا في حزب التكتل بسياسة اقتصادية تكون في نفس الوقت ناجعة وتراعي العدالة الاجتماعية هو الحفاظ على التوازنات العامة للميزانية والتي ترتكز أساساً على أولاً عدم إثقال كاهل المواطن وذلك بالحفاظ على المقدرة الشرائية والعمل على تحقيق العدالة الجبائية. ثانياً الحفاظ على مستوى تداين مقبول، ونحن نستذكر ونستبعد وأرجو ألا نصل أبداً إلى السيناريوهات التي عرفتها بعض البلدان في السنوات الأخيرة مثل اليونان أو البرتغال. وثالثاً الحفاظ على عجز مقبول في الميزانية. نحن اليوم نعيش مرحلة انتقالية دقيقة، وقد حددت هذه المرحلة ضرورة الالتجاء إلى الاقتراض، ونحن نعتقد أنها ضرورة ظرفية متحتمة، حيث يبدو أن الحلول البديلة محدودة جدا. على ضوء كل هذا، فالسؤال هو ما هي مقومات رؤية الحكومة؟ وأرجو أن تكون رؤية واضحة من أجل الربط بين متطلبات الاقتراض الظرفي عموما وهذا القرض الائتماني بصفة خاصة، وبين الموارد المتصلة بالإصلاحات الهيكلية المنتظرة. وشكرا لكم.